كجامعة مغربية حقوق المستهلك في هذه الندوة المتعلقة بلامارك ماروكان أي المنتوج المغربي، وهذا تيدخل في الإطار العام وخاصة بعد الخطاب صاحب الجلالة في افتتاح البرلمان الذي نادى باش تكون عندنا واحد الاستراتيجية للمواد الأساسية، أي البحث عن السيادة. ومن المواد الأساسية أصبح لو نيميريك أي الويب أي الإنترنت ضروري. فالحكومة ولا شركات كلهم تبحثوا باش يديروا لا ديجيتاليزاسيون أي رقمنة في جميع الميادين، ولكن هذا رقمنة هل لدينا سيادة رقمنة غدا أو بعد غد؟ إذا وقع خلل في المحيط أو هناك عطب فسيكون كل الحركة المغربية ستكون متوقفة. لماذا؟ لأن ليس لدينا أن ويب، ليس لدينا الانترنت للمغرب، ومن حد ما عندناش الانترنت مغربي أو يقدر يكون جهوي ولا أفريقي اللي نقدروا باش يضمن لنا الاستمرارية، دائما ما تكونش عندنا سيادة وتبقاو دائما في خطر.